يلا يا صحاب، فكرة الفيديو النهاردة جديدة بالنسبة للقناة بتاعتي والكلام ده، ان احنا هنجيب او هنشوف الفرق ما بين المنتجات المصرية زي كوكاكولا وبيبسي، فانتا تفاح احمر وفانتا تفاح اخضر، ميريندا وفانتا، سبرايت وسيفن اب ودايو، حاجات كتيرة كده يعني. احنا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان احنا واحد هيقفل عينه ونصب الحاجتين دول ونشوف اللي بيشرب ده هيعرف ده كوكاكولا ولا بيبسي ولا ميريندا ولا فانتا والكلام ده، وهيبقى في بوينت كده في الاخر. والحلقة الجاية هنقول طبعا ممكن اتكلم يعني وهنمشيها بنظام بوينت، وفي اول الفيديو اللي جاي هيكون العقاب، وهنستنى العقاب اتقولوا لنا في الكومنتس تحت. بس ايه يعني شدوا كده في العقبات وكده. ماشي نبدا، يلا بينا نبدا. نبدا بايه؟ بيبسي وكولا. بيبسي وكولا تمام. اول تحدي البيبسي والكولا. يلا يا بسم الله. مش شايف حاجه؟ والله ما شايف خالص. مش شايف هدوء في وش دول كام؟ والله ما شايف يعني كام دول. ما انا لو شايف اقول لك، انا مش شايف. ماشي يلا. بيبسي وكولا. ايه ده؟ ولا انا كنت حاسس. ما تبصش يا صاحبي، ما تبصش. والله ما شايف يا عم. ده كيف فيها سودا مبدئيا؟ دي اشهد. ما انت تقول لي بقى يعني انت ايه؟ عارف خد. الناس الاول هقول لي خد اهو. بس خلاص انا فينا ايه بس ده اول واحد. ماشي اقول دلوقتي ولا استنى؟ انت عارف ازاي؟ خلاص تمام. ماشي تمام. الاولى ايه والتانية ايه؟ الاولى بيبسي والتانية كولا. الاولى بيبسي والتانية كولا. تمام. عاش يا زميلي، عاش يا زميلي. افتح افتح يا زميلي. خلاص ايه بقى؟ كولا بيبسي. لا يا زحمه حوارس. والله كولا بيبسي. حوارس يا عم حوارس. طب بس انا عارف كده. اول بوينت ضاع منك. طب انت دول كام؟ 10 صح. تمام. امسك يا صاحبي دول. تمام تمام. الاولى كولا الثانية بيبسي. تمام جدا. ماشي تمام جدا تمام جدا. حبايبي اول بوينتس ضاعت منك كده. اول بوينتس خسرانين احنا الاثنين. تاني حاجه تعالى نجربها فانتا ميريندا. يلا بينا. واخر واحد نهيت انا، فانا اول واحد هبدا انا دلوقتي. يلا بينا. انا تمام. قول والله ما شايف حاجه. والله ما شايف حاجه. اكادو من فرط الجمال. دوا صح. عرفت يعني كده؟ الاولى فانتا الثانيه. استنى استنى. الاولى فانتا الثانيه مريندا. تمام جدا. مش عايز بوينتس ضاعت. تاني بوينتس ضاعت. خلاص كده ازاي؟ طيب واحد شاف بوينت. انا اللي جاي على الدور اغمي. اعمل كده اهو. تمام. بإذن الله تصيب المرة دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة فانتا وميريندا. حصل صح؟ حصل. يس كده أول بوينتس ليا. تمام. بما إن أنا آخر واحد بدأت، فأنا معروفة إن أنا أول واحد هبدأ. ف أنت آخر واحد خلصت. أنا قلت إيه؟ طيب أنا آخر واحد. آخر واحد إيه؟ آخر واحد. نجيب كوباتنا كده و فانتا. فانتا تفاح احمر، فانتا تفاح اخضر، فانت لازم ما تكونش شايف اي حاجه ولا خالص. ولا بيفرق معانا ولا اي شيء. يعني ممكن دي اسهل لان ده تفاح احمر وده تفاح اخضر. كادو من بص يا صاحبي. تمام ماشي ماشي. باينه باينه باينه. طيب الاول تفاح اخضر والتاني تفاحة. حصل حصل. ياي. طبعا طالما طبعا انا اخر واحد خلصت. انت اخر واحد خلصت. انا احنا مخلص. انا علي الدور. انا علي الدور. انا كده مش هتنفس. انا كده انا مش عايز اتنفس. احذف لك بالشاي. والله مش هدي. امسك يا معلم. تمام. انا حاسك بتشوف يا ولا الاولى. الاولى مش هبقى واحدة. الأولى حمراء الثانية خضراء. الأولى حمراء الثانية خضراء. الثانية خضراء. إيه طيب؟ إيه لا بس. الأولى حمراء فعلا. هي حمراء كده. تاني بوينت خسرها كده. تو بوينت. أنا تو بوينت. أنا أنت وان بوينت. إيه يا حبيبي؟ وان بوينت. أنت ما كسبتش حاجة. والله قلت الفانتا. هنشوف النهاردة في تو بوينت. لا أنا اتنين ما تحورش. صاحبي قلت الفانتا صح يا صاحبي. برتقان وقلت التفاح صح. قلت الفانتا صح؟ قلت الفانتا صح. والله قلتهم صح. والله والله قلتهم صح. دلوقتي الموضوع هيبقى اصعب شويه لاننا هنجرب ثلاث اطعمه مره واحده. دايو سبرايت سيفن اب. هتخم الناس عارف مونتاج. طيب انا اقول لك شايفني اصلا حاجه؟ انت لا مش بعمل حاجه. نسمع احلى صوت في الدنيا. وقعت؟ لا يا عم لا لا نهار اسود. سمعت ثاني واحده. ايه سمعت ثاني واحده؟ مش عارف.
بصوا اصلا تقريبا يعني انا حتى لو خسرت في ده فانا برضو لاكس انت مكسبتش شغله ده ده ايه ده حاسه ديو ماشي ولا ماشي ها ديو سبرايت 7 اب ديو سبرايت 7 اب 7 اب افتح ايه طيب ديو 7 اب سبرايت لو ديو يعني اه انت كده خدت بوينت ماشي انت كده معاك 3 بقى فانا لو قلت الجايه دي الثلاثه صح احنا كده متساويين لو اللي مش فاهم احنا عملنا ايه في الاخر المفروض دول 3 فعشان مش عارفين نقرر ازاي فاللي هيقول اي واحده صح فيهم هياخد بوينت فهو دلوقتي كده معاه 3 بوينت انا ما عنديش اي بوينت خالص فلو المره اللي هي الجايه دي يعني قلت الثلاثه صح احنا كده هنكون متساويين نعمل واحده بص قاضيه ممكن اقسم بالله لو لقيتك لمحت حاجه ماشي بالبتاع في وشك مسك مش كده انت بتاخد قرار تيجي تاخد الثانيه تلاقي قرار باظ بص انا كنت واخد قرار كده القرار باظ فاضل جايه الثالثه بقى ثلاثه شبه بعض قوي هي الاخيره ديو الاخيره ديو اول اثنين بقى سبرايت 7 ديو سبرايت 7 ديو افتح 7 سبرايت يا طب استنى 7 سبرايت دي انا كده خدت 7 انت خدت نقطه واحده انا 3 ازاي كده 3 1 انا خدت 7 سبرايت ودي 7 سبرايت دي 7 سبرايت دي قلت سبرايت 7 دي حوار سبرايت 7 دي 7 سبرايت دي قلت سبرايت 7 دي ما تحورش انا عايز عقاب في الكومنتس حرفيا اخليه يعيط فيه في اول فيديو جاي حاسب انا كده ظالم ظالم والله وانا في المونتاج لقيت والله وانا في المونتاج لقيتك خامم او انت الخامم والله ما انا اللي هبنت بدل الهمنت يابا الناس تحت تمام ماشي اكتبوا لنا بقى تحت بقى في الكومنت العقاب اللي انتوا عايزينه ليا ماشي وهنعمل حلقه تانية الفرق ما بين المستورد والمصري هيبقى حلقه برده جامده جدا جدا ولكن هتبقى في قناه محمود هسيبها لك تحت في الديسكربشن روح اعمل سبسكرايب هناك واستنى الفيديو ده والعقاب هيبقى هناك برده هيبقى الفيديو كده ده جامد اتفضل خلاص لا قول انت قول انت خلاص هتكتبوا لنا في الكومنتس العقاب اللي انتوا عايزينه في الحلقه الجايه وده هنبتدي بيه الحلقه الجايه وبعد كده هنشوف بقى الفرق ما بين المصري والمستورد بقى لا دي فيديو تاني لا ما انت ما احنا بقول بقى انا اقول لازم انا بقول لك بقى خلاص احنا بعد كده احنا هنبيه بقى ايه المستورد والمصري ماشي فهنتغرم اكتر انا مش عارف هو كام بوينت مين يعني هو كام بوينت وانا كام بوينت 3-1 اتمنى تشوف شير في كل مكان لايك في كل مكان عايزين نوصل ل 100,000 فار وقت لا لا والله حلو قناه محمود هتلاقيها تحت في الديسكربشن عايزين بص بقى هجوم بقى يا باشا هناك وروحوا بقى قولوا له ايه يقول لك ايه بقى عشا سوينا عشا سوينا اي حاجه عشا سوينا روحوا هناك وقولوا له عشا سوينا وكالعاده دوس يا كوتش سلام فتاح عليم انا كريم عامل لك خطوبه بالصلصه خامن يلا لا يا عم احنا مش خلصنا اه وقف ولا ايه